قرار محكمة العدل الدولية يدفع الأعراب، والله دائما يقولوا عرب، لأن أخلاق العرب أكبر للأسف الشديد من أن تستوي على هذا النحو. محاصرون من قبل العرب فلسطينيين، محاصرون من قبل العرب في المعابر. وتعرف أنه حتى في حكم المحكمة في جلسات المحكمة العدل الدولية قالوا مش إحنا، مصر هي تحكم في المعابر. خويا حسين من فضلك استاذ، اكيد عندكم الصور وزملائك يمرروا لنا ويمرروا للساده المشاهدين صور عن يعني ممارسات نظام نتنياهو الانقلابي السيسي في الحدود مع غزه. شوف الاسلاك الشائكه وشوف التفاخر عندكم، يعني تصريحات اكيد رهيبين يديكم، قديش من يعني فجروا من انفاق وكيفاش اغرقوها بالمياه و و و و نعم هذا تفاخر بها احد المسؤولين المصريين، تفاخر بذلك. نعم نعم. اولا استاذ حسين ما نقوله للساده المشاهدين امر اولا صحيح، انقلاب السيسي، انقلاب يعني سيسي هو انقلاب صهيوني لإنقاذ فلسطين عندما كانت مصر الثورة، عندما كان شهيد مرسي رحمه الله يقول لن نترك غزة لوحدها و عندما حدث الانقلاب أول ما حكم محمد مرسي حكم أنه يتخابر مع حماس، يعني هذا انقلاب صهيوني وليس انقلاب كما يقول قوم جلبوط أنه يعني أعاد مصر والسيادة والأجناد والكلام اللي تعرف هذا الكل، لا هو انقلاب صهيوني. اثنين حد نمشي أعمق من هذا أستاذ، أفرض راهو مصر يحكمها عبد الناصر اليوم، ثم سؤال يجب أن نطرحه بقوة، هل الدولة القوية المحاذية لفلسطين ناصرة لفلسطين أم حارسة لإسرائيل؟ التجربة التاريخية أثبتت أن ما يسمى بدول الطوق كلما كانت الدولة قوية كانت تمنع تسرب المقاومة ولو كان بمقاتل وحيد. المقاومة أبدعت وأذلت الكيان الصهيوني حيث تضعف الدولة، عندما كان لبنان بشكل الذي تعرفون كانت الملاحمة التي أذلت الصهاينة وانسحبوا دون أدنى تفاوض ودون أدنى تنازل من يعني لبنان والمقاومة. اليوم في اليمن تشوف بغض النظر عن من يفعل و عندما الدولة ضعيفة تشوفوا في الصواريخ وتشوفوا باب المندب وتشوفوا الانحياز إلى يعني المقاومة. مصر الدولة القوية، سوريا الدولة القوية، تتعداش ذبانة الدولة. يعني حبيت نقول حاجة، الناس اللي عندما جاءت موجة الثورات العربية وقالوا هذا يا ربي عبري وسيضعف الدولة الدول اللي تتصدى إلى الصهاينة والممانعة وكذا كذا، نعم. هذا يتم نقوله بصوت عالي، هذا يكذبوا. كلما كانت الدولة قوية كانت حارسة إلى إسرائيل ولو حكمها جيفارا. علاش أخي حسين علاش؟ يعني شو هو الدولة القوية حتى بمنطق ماكس فيبار، معناها الدولة القوية تحتكر القوة، ما تنجمش تكون دولة قوية وتعمل يعني قوة ثانية في سلاح، سلاح في الدولة واحدة في مخابرات وجيش. أنت تتوجد أكثر كما في لبنان حزب الله دولة وحده. عندما تضعف الدولة تتقوى المقاومة، عندما تتقوى الدولة وتتقوى الأجهزة تقتل المقاومة تماما. هكا علاش الناس ديما يسبوا النظام السوري ويقولوا علاش ما عملتش الجولان و ما دام دولة قوية سيكون حارس الكيان الصهيوني. ثم حاجتين، إما دول ديمقراطية تحتضن المقاومة أو دول ضعيفة ترتخي قبضتها ليتقوى صوت السلاح والمقاومة. الدولة القوية حكمها السيسي المتصهين أو حكمها واحد آخر باسم المقاومة هو عامل انقلاب سيكون حارسا لإسرائيل. يجب أن ننهي أسطورة الدولة القوية والتوازن الاستراتيجي. هذا كذب. الصهاينة أذلوا حيث البطن الرخو، حيث أذلوا في غزة حيث غيبة الدولة، أذلوا في لبنان حيث ضعف الدولة، يذلون في باب المندب في اليمن حيث ضعف الدولة. صار انقلاب على السيسي لأنه فيه ديمقراطية وفيه شعب باسم الديمقراطية طلع من قال المقاومة لن نتركها لوحدها وفلسطين وغزة لن تكون لوحدها. السلاحان المهددان للصهيونية هو إضعاف الدولة القطرية المحيطة بإسرائيل أو بناء دول ديمقراطية تحتضن المقاومة. أما انقلاب دولة قوية يعني حراس إسرائيل. تأكيد.